مختومة. أيمن حفني ارتباك ودربكة، وأيمن يعيد الكرة إلى عبد الله جمعة اللي يرتكب فاول، يرتكب خطأ، يرفع رايته وابراهيم نور الدين يطلق صفارته والاول تماما. دقيقه 23 اهو، استحواذ وامتلاك الكره للزمالك اكبر 58%. اتلعبت على طول، رمي التماس من عبد الله الى حازم، عرضيه حازم امام يحط رجله اشرف انور. Supermarché. Club. Club FG. FG. عادي بيلعبها أمامية طويلة في نص ملعب بلدية المحلة، بتوصل على طول لرقم 11 وبتتلعب على طول وبيشوط وبيسدد. اشرف انور الملعب ناحيه اليمين، اشرف انور
اشرف انور وداخل عليه سعيد كمان، لسه الكره مع اشرف انور بيلعبها ناحيه الشمال، مره ثانيه اشرف انور بيلعبها لفريق فاركو فهو بيؤمن، اشرف انور بيسدد احمد مرسي بيدفعها من خمس كده، اشرف انور رقم 23 ومعاه اشرف انور وبيحضن على طول اشرف، اشرف وبيسجل الكره الاولى لاحمد احمد انور، اشرف سهل صح احمد بيحضنها على طول تسديده اشرف السلام مع اشرف عدى كويس قوي بيلعب كوره عدى في الطرف كوره اخت الفريق الدبلة مكان عادي بتمشي اشرف انور استلم عدى اشرف ومنتهى الخطوره ووقف على كورته بيلعبها على لوكا ولوكا بيلعبها انما اشرف انور بيروح وتصيبه لأشرف استلم أشرف أنور وأشرف بيلعب كرة عرضية ملعب النادي الأهلي أشرف أنور وأشرف أنور بيغير على طول ناحية إسلام لأشرف أنور استلم أشرف وأشرف بيلعب كرة عرضية في منتهى الخطورة وأشرف بيلعب على طول لخليفة استلم على طول خليفة مستني أشرف أنور وأشرف أنور بيلعب كرة عرضية في منتهى إنما بتروح لأشرف وأشرف بيلعب على طول هات وخد أهو بتوصل لأشرف وأشرف بيعمل تصويبة في الاول بالوك وعادي بتمشي اشرف واشرف بيلعب كره عرضيه ليه بيشيك تاك زي ما بيقولوا لي اهو على طول بيلعبها ليه اشرف انور واشرف انور بيلعب كره عرضيه بيلعبها لاشرف انور واستلم واشرف انور بيلف على طول بيلعبها لمجدي كان فرقة النصر اللي جاي هنا ملعب ام وعينه بقوه ايضا على الثلاث نقاط ولسه والله وانا شايفه راح يلعب على احمد حسين اللي بيجي من ناحيه اليمين في نص ملعب ام انا شايف على طول اشرف انور بيعدي هول باك اليمين واشرف بيلعب كره اماميه في منتهى الخطوره مجدي كوره لاشرف واشرف بيلعب كره عرضيه فكره اصابه يلا ارتاح عادي اشرف انور واشرف انور بيلعب كره عرضيه عدى اشرف قطع في نص ملعب الشمس عمل مشوار في منتهى الجمال عدى اشرف في منتهى القوه لعيب كويس قوي رقم 13 عبد الرحمن خالد وعبد الرحمن خالد بيلعبها لاشرف واشرف بيعمل تصويبه خالص لأشرف أنور لو بصت لعلاء عطا الفريق اللي بيلعبها في منتهى الجمال لعلاء عطا خلاص